حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب سمعت عروه قال قالت عائشه رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجه يرجف فؤاده فانطلقت به الى ورقه بن نوفل وكان رجلا تنصر يقرا الانجيل بالعربيه فقال ورقه ماذا ترى فاخبره فقال ورقه هذا الناموس الذي انزل الله على موسى وان ادركني يومك انصرك نصرا مؤزرا الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره